السلام عليكم إخواني، إن شاء الله تمام بخير وأحوالكم لاباس. كما تعلمون أن ظاهرة الزواج المصريين بالجزائريات زادت أكثر وأكثر، يعني في حال كورونا يعني انقصت شوية الحالة وشوية شوية بدأوا النساء يفيقوا يعني الجزائريات، لكن للأسف يعني الأمور لاحظت بأنها زادت فوق اللزوم، فزادت بكثرة يعني رغم على يعني القوانين الصارمة التي يعني تضعها الدولة الجزائرية يعني السفارة الجزائرية، لكن طلبات الزواج من جزائريات زاد أكثر وأكثر، وهذا الشيء اللي محيرني يعني هذا الشيء اللي محيرني بزاف. يعني المصريين لما يطلبوا الزواج لأنهم صايبين فايدة تاعهم في حاجة، يعني فايدة تاعهم في حاجة إما في الجنسية أو يسافروا للجزائر، المهم يكونوا قريب من أوروبا أو غير ذلك، أو هناك من يتزوج للتسلية يعني بنات شمال إفريقيا، يعني سهلات الخداع والتلاعب، يعني زوج كلمات حلوين ويضحك عليهم يعني. فمثلا وكما تعلمون إخواني أخواتي، المصريين الذين يطلبوا الزواج من الجزائريات كاين أنواع، كاين المصريين اللي عايشين في مصر حاولوا يخرجوا من مصر، يعني كاين اللي عايشين في مصر، كاين المصريين اللي يحب يعدد يعني إذا كانت مصرية يعني الزواج المصري لا يسمح لها بالحرية، فإن يتزوج شمال إفريقيا يعني باش يعني إذا طلقها يعني ما يقدر يحقرها يعني، وما يقدرش تجيب حقوقها منه، لهذا هم يميلوا إلى بلد شمال إفريقيا للضحك عليهم. زيادة على ذلك إخواني أخواتي، كما قلنا المصريين هم أنواع، كان مصريين اللي عايشين داخل مصر، وكان مصريين يعني اللي عايشين في الخليج، وهم غالبهم كلهم صعايدة يعني يعملون في الخليج يعني كعمال، ولكن يعني غالبهم يعني يكونوا متزوجين عندهم أبناء أو يكونوا يعني مطلقين أو غير ذلك، لكن لا يستطيعون أن يطلعوا زوجاتهم يعني معهم في العمل يعني في مقرات عمل، لهذا ماذا يفعل؟ يعني يبحث عن طريقة لإيجاد حل هذه المشكلة تاعو. ماذا يفعل؟ يعني يبحث على بنت مغربية أو جزائرية أو غير ذلك يطلبها للزواج، ويعني ولا يشترطه لا يشترط تكون أكبر منه في السن، أو يعني يوافق يعني تكون أكبر منه في السن وكل شيء، لكن بشرط ما تجيبلوش الأولاد. كاين حالات لقيتهم يعني يطلبوا الشرط ما تجيبلوش أولاد، يعني شنو حاب سيد حاب يعني الزواج تاع تسلية، يعني يجيب البنت يضحك عليها شيء أعوام ما دام راه يخدم في الخليج، وبعد كي ينزل لمصر يخيرها بين خيارين، يعني يا تروح معاه لمصر وتعيش معاه في الصعيد مصر وتكون له زوجة ثانية ولي حرثوا عليها ثم تولي تخدم ثم وتعيش يعني عيشة الذل والهوان هناك، أو يعني يطلقها وترجع لبلادها شغل ما تزوجت ما والو، وهذه كلها إهانات. هذا زواج إهانة يا أخواتي، هذا زواج إهانة يا أخواتي، في قلوا روحكم مهما فاتك من قطار الزواج لكن ما تهينيش روحك هذا الزواج، هذا الزواج مؤقت، هذا الزواج يعني غرضهم هو تسلية بيك فقط يا بنت بلادي. زيادة على ذلك إخواني، هناك ثاني حالات للمصريين اللي ما يحبش يعني، وكان حالة أخرى يعني في حال إذا أراد أن يتخلص من زوجته يعني. يعني يتخلص منها في حال إذا أراد أن يتخلص منها بعد ما يشبع منها، كيف يدير؟ يقولها سافري لأهلك، يعني لما تروح للجزائر الأهل تاعها يرسلها ورقة طلاق، يقولها خلاص انتهى يعني دورك أو انتهى صلاحية تاعك، ويرجع لبلاده شغل ما دير عاش ما والو، يرجع لمرته ولأولاده ولي تدفع ثمنهم توعنا. يا للأسف كثرة طلبات كثيرة على بنات بلادنا يعني لأجل هذا الغرض. نعطيكم مثال، يعني هذه في صفحة جالية جزائرية في الكويت، يعني كثير من طلبات المصريين في الخليج يطلبوا زواج جزائريات في هذه الصفحة. واش قالت هذه الأخت الجزائرية؟ بعد إذن أضمن الصفحة حابة نفوت سؤالي، أنا جزائرية مخطوبة لشاب مصري يشتغل بالكويت براتب قليل وحابب يطلعني للكويت، ولو تزوجنا ما يقدر يطلعني على إقامته لأنه راتبه قليل، أسمع وشوف، راتبه قليل
ويعني يعني بسومة قليلة، حاولت تجيب جزائرية بسومة قليلة ويعني وما تتكلفوش. المهم أنا حالي بالإمارات وحاب أي طريق نروح بها للكويت من غير ما نهبط الجزائر، وفي نفس الوقت أخذ لي موافقة من وزارة التربية والتعليم من أجل التدريس، ولكن لازم للتعيين ورقة موافقة عندي، ومانيش عارف الخطوة التي نعملها باش ندخل الكويت. اللي عنده إجابة يتفضل يساعد بها. على كل حال المهم شوفوا تعليقات أخوات، لاحظنا شوفوا أنا قلها أن الزواج راح ترتاح، ولكن هذا الزواج اللي الأول تحوس على الإقامة موافقة والعمل. نصيحتك أخ ما تبعيش قلبك، اعتذري، ولو أراد الزواج بك ويحبك يجي هو اللي عندك لدبي، لأنه دبي أسهل من الكويت والله أعلم. بالتوفيق. هذا وش قالت حمارة بقرة بهلولة دايك باش تخدمي عليه، فيقي يا وفيقي. هذا هو، هذه هي للأسف. وهذه الأخت كذلك، غريب هذا الأمر، كل الحكومة الجزائرية كالجزائريات، في الأولى تعبد في المصريين وتدفع لهم أموال طائلة وتعطيهم الخدمة في الجزائر، والجزائريين مضطهدين مستغلين في مصر. في مصر ورأي شخص أقول والله العالم يسافر مصر مرة أخرى، كلاوها الحرامية والمنافقين. وهذا الكلام أصرح به بحكم تجربتي سنوات في مصر. بكل احتراماتي للمصريين الشرفاء، الحكومة الجزائرية تنتظر حماية مصرية باش المغاربة ما يحقروهمش، يعني الرجال الجزائريين ماشي رجال. والثانية عايشات في الأحلام، حسبت دولة مصر جنة وهي مزبلة، حتى حاجة ما تصلح فيها تقريبا. الجزائريات فيها مستعبدات، ليس الكل، ولكن منهن من وصلنا للقتل، ما زلنا إلهتنا وراء مصريين. والله عجب العجب، هذه أخت شوش قالت كلمة حقيقة يعني. لكن ألفت انتباهكم لما قاله هذا المصري. هذا المصري شوش قال؟ معليش سؤال، إزاي هو جاب لك موافقة من التربية وأنت خارج الكويت؟ واللي بالكويت وعندهم إقامة مو عارفين يأخذوا الموافقة. نصيحة من أخ هو بيضحك عليكي، هذا مصري متزوج جزائرية، وإذا بدك تفصيل أكثر فأنا تحت أمرك. العلم أنا زوجتي الجزائرية، يعني هذا مصري شوش قالها؟ قالها يعني راه يضحك عليكي، يعني راه يحشيها لك، يعني فيقي لروحك، فيقي روحك. يا للأسف هذه هي طرقهم للصيد والتلاعب ببنات بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عذرا الإطالة.